النظام الحاكم في البحرين قمع وبكل شدة مختلف شرائح المجتمع البحريني ممن شاركوا في ثورة الكرامة في 14 من فبراير عام 2011. حملة القمع الوحشية طالت رياضيين بحرانيين رفعوا علم البحرين عاليا في المحافل الدولية، وصدرت بحق العديد منهم أحكاما مطولة بالسجن، ومنهم محمد ميرزا بطل رياضة الجيو جيتسو، وجاسم رمضان لاعب كرة اليد، وحكيم العريبي لاعب كرة القدم، وعشرات آخرين. فيما تم الإفراج عن آخرين ومنهم أعضاء في منتخب البحرين لكرة اليد الذي فاز يوم أمس بالمركز الثاني في بطولة آسيا السابعة. عشق البحرانيين لبلادهم هو الدافع الذي يحفزهم لتحقيق الانتصارات بالرغم من الظروف الصعبة التي عاشوها طوال السنوات الخمس الماضية والتي شهدت أعمال قمع وحشية نفرتها السلطات بحقهم. وكل من نادى بإسقاط النظام ما يسقط إلا على رأسه طوبة. لكن النظام الذي هزمه البحرانيون بقوة إرادتهم وصمودهم يسعى وعبر هذا النصر الرياضي إلى رفع شأن رأسه الحاكم حمد الخليفة، إذ أجبر اللاعبون على ارتداء ملابس رياضية تحمل صورته التي يدوسها البحرانيون كل يوم بأقدامهم في القرى والبلدات. لكن الصورة التي تبدو ملتصقة بقلوب الرياضيين البحرانيين لا مكان لها في الحقيقة داخل قلوبهم الممتلئة غيظا وغضبا على هذا الحاكم الجائر وعلى عائلته الفاسدة.